مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي موقع بصراحة الإخباري، معاكم مقف الشيخ محمد مختار صحفي بالموقع. صديق الطفولة وشاهد على عقد قرانه أو الظهور ليوسف، صديق مفتي الجمهورية الجديد، تفاصيل كتير هنعرفها منذ الطفولة من أستاذ يوسف اللي صديق عمر يعني مفتي الجمهورية الجديد الأستاذ الدكتور نظير عياد بعد قرار رئيس الجمهورية خلفا لشوقي علام. ازيك يا أستاذ يوسف؟ الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين عليه الصلاة والسلام. أستاذ محمد، بالنسبة للدكتور نظير، أنت صديق الطفولة الأول؟ الحمد لله. طبعا من صغرك و آخر مرة قابلته إمتى يعني؟ آخر مرة كان في وفاة الدكتور زميلنا الدكتور محمد المسيري، وفاة والده. كان موجود هنا بيعمل. كان موجود في الخير يعني، وجيه وقعد معانا، وحتى جه كمان في العزاء وقعد معانا شوية برضه. ودي آخر مرة شفته، آخر مرة كلمته النهارده الصبح بقى. أنا كنت لسه هسألك دلوقتي السؤال ده. كلمته النهارده الصبح؟ كلمته النهارده الصبح عشان أبارك له. طبعًا إمبارح كان التليفون مشغول فما عرفتش أكلمه. كلمته النهارده الصبح وباركت له وهنيته وربنا يوفقه ويسدده. قلت له إيه يا أستاذ يوسف؟ والله هو اللي قال لي قال لي ده هو اللي بيطمن عليا يعني، مش انا. هو اللي اول ما قال لي انت اللي عامل ايه واخبارك ايه ما قاليش بقى لسه، ما لحقتش اصلا اقول له الف مبروك، لقيت هو اللي بيطمن عليا. هو دي طبيعته يعني، ما طول عمره كده يعني، هو طيب بصراحه يعني بسيط. معالي الدكتور نظير شاهد على عقد قرار. هو اخو مراتي امام وخطيب. فاول ما سال كان بيعرف الدكتور نظير. فساله فرد عليه بصراحة يعني، قال له هو يعني مجموعة بتاعتنا، قال له هو أخيرنا. كلمة دي اللي قالها يعني. قال له هو أخيرنا يا عبد الناصر، أنت أخيرنا. هو قال له كده بصراحة، هو كان شاهد على عقد الجواز وكده، والحمد لله هو في الخير يعني في كل حاجة. أستاذ يوسف كان مقرب ليك بقى، بيجي لك البيت وبزورك وبزوره؟ بص يعني قبل ما أفتح المحل أنت عارف أنا كنت بسافر بره. تمام. فكان الشهرين كنت انزلهم او الثلاث شهور او الاربع شهور كان على طول هو واصحابنا كلهم يجوا عند البيت. تمام. نروح عنده يجي عندنا كده يعني. هو بصراحه حتى ما بيتاخرش يعني، هو ما بيكون موجود ما بيتاخرش. العلاقه طيبه جدا. نصحك بايه وحضرتك قبلت النصيحه بتاعته؟ والله هو طول عمره خير يعني، ملتزم هو يعني، يجي يسالك بسيط في كل حاجه وطيب وقنوع يعني، وهو طول عمره دايما في حاله برضك يعني كده يعني، ايه هادي، مش متكبر. أيوة. مش متعالي. لا هو طيب محترم يعني، بس بقول لك عارف انت اللي بقول لك واحد مننا، هو ده واحد مننا. هو شوف وصل للمكانه اللي هو وصلها، مثلا ممكن يطنش يكلم فلان ولا ده ولا ده وده، او يبعد عن اصحابه او لا ما بعدش عن اصحابه. والله هو الدكتور بتاع اللي من الابتدائي لحد الدكتور ما هو دلوقتي مفتي الحمد لله، من هو صغره هو ما اتغيرش. لا بصراحه الحق يتقال بما يرضي الله، شهاده حق يعني. والله من طفولته لحد دلوقتي لا عمره وعمره لا زعل حد يعني. انا ضمك لي كده بس. هو في حاجه، طول ما انت ناجح برضك ليك اعداء. في ناس هتلاقي برضك ايه زعلانه مقموصه مش عارف ايه. هو ده ضربه النجاح. الحمل تقيل يا هو دلوقتي. طبعا، امال ايه. الله يوفقه بصراحه يعني. حتى هو يعني اخر مره بيكلمني فيه، والله العظيم دي كلامه يعني، قال لي انا مش زي الاول يعني. الاول كنت اروح واجي، بقيت مرتبط، بقيت ملتزم. مسؤولية كبيرة عليه وحمل كبير. ودلوقتي بقى مفتي يعني حاجة، مش على مصر بس، ده على الوطن العربي كله وعلى الأمة الإسلامية. يعني بقى حاجة أكبر من اللي احنا فيها. وده شرف لبشان وبيله وكفر الشيخ طبعا، والوطن العربي يعني والأمة الإسلامية كلها. شرف لنا أن يطلع واحد مننا بالمنصب ده وبالمكانة دي وبالاحترام ده. بالاحترام ده. انا شايف دموعك قريبه. والله انا بحبه يعني. هو يعني هو اخ يعني. مش انا مش عايز ابالغ، لان انت عارف الواحد يعني ماليش في الكلام ده. بس دي حقيقه، هو ابن حلال مصفي زي ما بيقولوا. وامه امه يعني عارف انت،
الدعوه بتاعتها دي منها للسماء. يمكن الخير الخير اللي هو فيه من وراء امه، ربنا يديها الصحه ويديها العمر. ست طيبه جدا جدا، اميره جدا بصراحه. احنا كنا عندها من شويه في البيت وزرناها، وبصراحه كميه دعاء كبيره جدا وحاجه بجد يعني. لا هو بقول لك لما يجي البيت عندي ما يقولش لامي مثلا يا خالتي او يا عمتي او يا ام رضا او يا ام يوسف، لا ما فيش الكلام، ما بيقولهاش الا يا امي. عمره في حياته ما قال لك يا ام، عمره في حياته ما قال لك الكلمه دي بصراحه. هي طول عمره كده، شوف من اللي بقول لك من الابتدائي لحد دلوقتي طول ما هي ما بيقولهاش الا يا امي. انا شايف صوره ليك شهيره كده على الموبايل بتاع حضرتك، هاتها كده وريها لنا كده، صوره شهيره وهو مع حضرتك. ده ديت اخر مره كنا فيها في العزاء، في العزاء بتاع ابو الدكتور محمد المسيري، كنا في العزاء. انا عايز الصوره دي نشوفها معاك. فهو دي الصوره الشهيره يعني. دي اخر صوره انا وهو. اخر صوره يعني، الكلام ده مثلا كان من 40 يوم ولا حاجه او شهر ونص تقريبا. دي اخر صوره صورتها معاك. صورتها. الصوره دي لها قصه ولها حكايه استاذ يوسف، احكي لي كده عنها كده. ديت احنا كنا بنتكلم، كان بيكلمني عن وجعه في الصوره ديت، كان بيكلمني عن وجعه والله، بيقول لي ان ظهري وجعني وعيني وجعاني، ويعني الحمد لله يعني ايه المسؤوليه كبيره، مسؤوليه كبيره والكلام ده. وف وما عادش بينزل زي الاول عشان الضغوطات اللي عليه وكده، ومسؤوليه. النهارده يا عم يوسف يعني مفتي الجمهوريه مش حاجه يستهان بيها، الحلال والحرام الموضوع اكبر كبير. ما انا بقول لك امه اسلاميه، مش بس مش مصر بس، ده على الامه الاسلاميه. انت لما بتفتي فتوى، لما بتحصل حاجه بقى الموضوع كبير طبعا، كبير جدا. الحمد لله. الحمد لله. كان دايما صديق الطفوله يعني، ما حصلش بينك وبينه خلاف قبل كده؟ استحاله والله، دي حقيقه يعني. استحاله. هو ما بيزعلش حد اصلا. استحاله. ما بيزعلش. ما حصلش بينك وبينه. عمره في حياته بصراحه. عمره. ما فيش اي خلاف حصل ابدا. عمره. كنت بتشكي له همك؟ اوقات طبعا، امال الصحوبيه كده، ما هو لازم تقول له عندي كذا وعندي كذا، وهو كان يقول لك عندي كذا وعندي كذا. احنا بنحكي لبعض ونفضفض لبعض كل حاجة. شالك في وجعك؟ ولما برضك في كل حاجة يعني، هو في كل حاجة كويس صراحة. شالك في وجعك؟ الحمد لله. تقول لي النهاردة يا أستاذ يوسف؟ والله أنا مبسوط له، وربنا يوفقه ويبارك فيه ويحمل، والله يعينه. الله يعينه. الكلمة اللي نقدر نقولها الله يعينه ويوفقه. هي حمل ومرحلة جديدة وربنا يوفقه. معالي مفتي الجمهوريه كبير عن حضرتك بكام سنه؟ لا نفس العمر، نفس الدفعه، نفس العمر. هو دفعه 95 على 95، نفس كلنا نفس الدفعه ونفس العمر. نفس العمر. بس انت ما عجبتنيش، دموعك قريبه من يعني احنا مبسوطين له، والله احنا مبسوطين له، وفي نفس الوقت يعني المسؤوليه كبيره. الله يكون في عونه بصراحه. الله يكون في عونه. لان هي خطوه جامده وكبيره، وهو يستاهل بصراحه. هو يستاهل. يستاهل. هو فعلا يستاهل. عيل طيب يعني، بيقولوا ايه، عارف انت اللي هو ابن ناس محترم من الصغر، من الصغر لحد ما كبر ما تغيرش نظير. استحاله. ما تغيرش. وده مش بشهادتي انا، ده لو لقيت اصحابنا كلنا، سالت الاستاذ ناصر والاستاذ خليفه دكتور محمد اصحابنا دفعتنا، نفس اللي انا بقول لك عليه هو هيقول لك بصراحه. هو ما تغيرش. ولما بينزل بيطمن عليك، عامل ايه واخبارك ايه وكده يعني، مش مثلا خلاص ما عادش يعرفك، لا 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 لا. اكتر نصيحه استفدتها منه ايه يا استاذ يوسف؟ والله هو كان بيقول لي يعني انت يعني، هو بحكم ان انا يعني ايه طيب، فبيقول لي ايه يعني خليك كده على طول. يعني خليك كده وهتبقى كويس. يعني هو عارف ان انا قلبي طيب، فهو كان يقول لك ايه خليك بطبيعتك. لذلك قال انت اخيارنا يعني. والله دي حقيقه يعني. هو اسال حتى الشيخ عبد الناصر، هو قال له كلمتين لما بيساله يوسف الصاوي، قال له هو اخيارنا وبس على كده. هو ده انت اخيارنا. هو اخيارنا بصراحه.
وجي والدته النهارده البركه الدعاء هي البركه بتاعتنا. والدته والدتنا ديت امنا ديت ست عارف انت بتاعت ربنا يعني بتدعي الدعوه السماء مفتوحه وهي هو اللي الخير اللي هو فيه من دعوه امنا دي بصراحه ست طيبه. انا يعني وان شاء الله هنروح نزورها برضو هي تعبانه والله. مره زرت الحاجه امتى والدتك؟ كنا احنا عنده الاجازه اللي هي كان نزل فيها من 5 شهور كده رحنا له البيت. كنت انا والدكتور محمد والاستاذ خليفه والاستاذ ناصر رحنا قعدنا عنده في البيت وكانت اخر مره شفناها فيها يعني. ما طلبش منك حاجه وتاخرت عنه؟ عمره في حياته والله هو اساسا ما بيطلبش بس هو 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 يعني مسؤوليه صعبه. هو طيب هو بصراحه طيب. طيب. طيب ومحترم محترم محترم وربنا يبارك في ولاده وفي زوجته. وعلى فكره زوجته من الناس اللي كتير محترمه وكويسه جدا جدا واخلاق الدنيا فيها ومتواضعه جدا مع المكانه اللي هي فيها برضك وكده ما اتغيرتش كمان. تسال على ولادي تسال على الجماعه عندي تسال على ما فيش ما اتغيرتش منذ الطفوله لحد النهارده. هو ومراته وعيلته هم ما اتغيروش بصراحه. تابع موقع بصراحة الإخباري زي ما احنا شايفين صديق الطفولة وشاهد على عقد جوازه دكتور محمد الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية شاهد على عقد قران أستاذ يوسف الصاوي وصديق عمره. يعني يمكن تفاصيل كتير عرفناها عن قصة حياة الدكتور نظير ما تغيرش. لا دي كانت حقيقة رسالة انه النقطة اللي احنا عايزين نوصل لها ان الراجل ده لحد دلوقتي هو نظير. مش هقول لك دكتور لا المفتي لا هو ده نظير هو ده. وبقولها لك من قلبي ربنا يوفقه يا رب يا رب ربنا يوفقه مش لمصر بس للأمة الإسلامية كلها. ده كان لايفنا من محل أستاذ يوسف صديق عمر الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية. كان معاكم محمد مختار صحفي بالموقع.